الاقامه، نطمن على وصولهم بالسلامه. باكد على كلامك زميلي احمد، بالتاكيد وصل بالفعل علي معلول وجيرالدو. يمكن كابتن سمير عدلي زي ما قلنا كان متواصل معاهم، متواصل مع معالي السفير، وكان متواجد ايضا كمان في استقبالهم للمطار، تواجدوا في فندق الاقامه ومباشره طلعوا بقى على وجبه غداء. لكن لسه التحديد ده الريكفري هيتعمل هنا في فندق الاقامه، ولا هيكونوا متواجدين مع التدريب الاول لفريق النادي الاهلي اللي تم تحديده في تمام الساعه 8 مساء هنا بتوقيت المغرب، وايضا كمان ملعب كهرماء بكاليفورنيا البيضاء. الملعب يمكن الحمد لله بيبعد عننا من 20 ل 25 دقيقه، وده امر مهم جدا للعيبه النادي الاهلي، لان احنا توقيتنا يكون في الحظر يعني خلاص الساعه 8 يكون هنا الحظر بيبدا 10، لكن كل المحلات هنا وكل الامور بتبدا من الساعه 8 الغلق. لكن في استثناء طبعا لبعثه فريق النادي الاهلي للتامين متواجد خارج الفندق، التنسيق على اعلى مستوى اكيد من الكابتن محمود الخطيب، وايضا كمان معالي السفير اشرف ابراهيم. انت عارف طبعا زميلي احمد ان الرحله دي ايضا او البعثه بشكل عام هي تحت رعايه اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، ورسائلنا المعتاده اكيد تحت رعايه بنك سايبه البنك الرسمي للنادي الاهلي. بشكل عام الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا لفريق النادي الاهلي. بنتمنى باذن الله التوفيق لكل اللاعبين في هذه المباراه النهارده، التدريب الاول ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه موفقه لفريق النادي الاهلي. عندنا بعض الاخبار حابين نطمن بيها كل جمهور النادي الاهلي، ذكرنا طبعا يمكن الشناوي وايمن اشرف الحمد لله اعلن جاهزيتهم تماما لمباراه الوداد، وده امر مهم جدا كنا حابين نطمن عليه من الجهاز الطبي بقياده طبعا طبيب النادي الاهلي خالد محمود، ايضا كمان كهربا ومحمود وحيد اللي هنطمن عليهم النهارده في فحص طبي قبل انطلاق المران. لكن من حديثي مع محمود عبد المنعم كهربا بشكل شخصي قال يمكن جلستين ان شاء الله بقى اكون متواجد، ويمكن مشيته واكدنا عليه وقلنا بيمشي كويس ما عندوش اي حاجه، هي كانت الام بسيطه يعني عقليه اللاعب المحترف ما بيحس باي حاجه وعنده مباراه مهمه لابد يكون مبلغ، وده اللي عمله كهربا وده اللي عمله الشناوي، كانت حاجه بسيطه لكن اما بيدوس على نفسه بيلعب طبعا ممكن تزيد، لكن الحمد لله. طب كده كده كريم الشناوي في التدريبات الشناوي طبعا. وايمن ان شاء الله تم شفائهم بشكل كامل وان شاء الله يكونوا موجودين في الماتش. كهربا هو الوحيد اللي بيتم تجهيزه او في برنامج خاص، وانا عارف انه الجهاز عامل برنامج يعني خاص جدا لتاهيل كهربا عشان يكون متواجد في المباراه. كهربا يمكن باكد لك، وايضا كمان معاه محمود وحيد وبادجي، بادجي برضو كان يمكن بيشكو من بعض الام السمانه، وايضا كمان محمود وحيد، لكن خلاص عدينا للشناوي وايمن اشرف، يتبقى بقى محمود عبد المنعم كهربا نشوفه النهارده ان شاء الله في الفحص الطبي يكون متواجد حتى في جرعه بسيطه من التدريبات، وايضا كمان بادجي النهارده نطمن عليه. محمود وحيد في مجهود كبير جدا بيبذل من الجهاز الطبي في النادي الاهلي، يعني عايزين ناهل اللعيبه بشكل كبير جدا لهذه المباراه، كل اللعيبه الحمد لله المعنويات مرتفعه، الرغبه موجوده، الاصرار موجود، لكن عايزين بقى نشوف كل الامور دي باذن الله تترجم في ارضيه الملعب. الجهاز الفني ايضا كمان بيتسو موسيماني اللي عامل محاضره فنيه النهارده قبل تحرك فريق النادي الاهلي، النهارده يمكن فريق النادي الاهلي يتحرك 7:30 بتوقيت المغرب، 7 مساء يكون في محاضره فيديو، الراجل بيحاول يجمع بشكل كبير جدا كل المباريات الاخيره لفريق الوداد، امور عديده جدا، تمركزات بقى اللاعبين كل الامور دي بيشرحها، الضغط نبدا ازاي، نضغط في ثلث الملعب المباراه تكون عامله ازاي، نبدا نضغط في الثلث الامامي، امور فنيه كثيره جدا بيحاول هنا يشتغل عليها بشكل كامل الجهاز الفني وليس بيتسو موسيماني فقط، كي بي ايضا كمان مخطط الاحمال بيقوم بدور رائع ومميز جدا. يمكن ذكرت قلت يمكن كل الناس بتتكلم عن هذه المباراه، الجهاز الفني مركز بشكل كبير، اللعيبه كمان الجلسات الثنائيه والجلسات الجماعيه ما بنشوفها احنا وبنغطيها كمان من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بتدينا احساس وبتطمن جمهور النادي الاهلي ان اللعيبه عندها هدف كبير وعندها تحدي كبير وعندها امل كبير جدا. كريم كلمنا اكتر عن الحاله المعنويه للعيبه، يعني انت اكتر حد قريب منهم دلوقتي واكتر حد تقدر تنقل لنا الصوره بشكل كامل، بيتكلموا مع بعض في ايه، بيتكلموا يعني الحاله المعنويه ايه اللي مسيطر عليهم؟ الحاله المعنويه مرتفعه جدا قبل ما نتوجه هنا المغرب، مباراه بيراميدز الاخيره شفنا الاصرار والجديه وعزيمه النادي الاهلي وضغطنا بشكل كبير، طرد عمرو السوليه في مباراه بيراميدز يمكن كانت جرعه تدريبيه قويه جدا ولعيبه النادي الاهلي كان عندها تحدي، فدي مديه اشاره ورساله جدا مهمه جدا ان البطوله الافريقيه باذن الله نبدا في مباراه الوداد بالتحدي والاصرار اللي شفناه في مباراه بيراميدز. لكن باكد لك المعنويات مرتفعه، رغبه موجوده اكيد عند لعيبه النادي الاهلي، الكل عنده حافز لكن المعنويات مرتفعه بشكل كبير جدا والتركيز كبير جدا لفندق الاقامه كمان اللي بناكد عليه، فندق هادي وده امر مهم جدا لما بيكون الهدوء في فندق الاقامه، وده اختيار موفق جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، وجود الكابتن محمود الخطيب بيباشر على طول بشكل مستمر بيتواجد مع لعيبه النادي الاهلي، سلامه مع لعيبه النادي الاهلي واحاديثه البسيطه امر مهم جدا لكل اللاعبين، يعني الجانب الاداري موفق جدا، الجانب التنظيمي موفق جدا، الجانب الفني موفق جدا، لكن ينقصنا زي ما بنقول يا ساره وزي ما بنقول زميلي احمد ان ربنا سبحانه وتعالى بقى يكون موفق لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان تدريبات الخميس والجمعه ما يبقاش فيها اي اصابات، ده امر مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي تحافظ على نفسها في التدريبات حتى يوم بقى المباراه باذن الله. احنا الجمعه المفترض ان تيم كامل باصرار وعزيمه ان شاء الله الجمعه ان شاء الله نتمرن في مركب محمد الخامس. خليني اعرف منك حاله معلول وجيرالدو بعد وصولهم من السفر، وهل هيكونوا موجودين في تمرينه النهارده؟ انا عارف يمكن جيرالدو جاي من البرتغال ودي نسبيا تعتبر
يعني خطوتين من المغرب، لكن معلول جاي من النمسا، وبالتالي انا عارف ممكن تبقى الرحله مرهقه شويه. هل هيكونوا جاهزين للمران النهارده ولا هيبقى ليهم برنامج خاص؟ الحقيقه طبعا باكد على كلامك تحديدا علي معلول، يعني رحلته 11 ساعه، فيعني ربنا يكون بقى في عونه باذن الله علي معلول، باذن الله يكون ريكفري معمول له سواء في فندق الاقامه. يمكن كنت بذكر لك من شويه ان لسه هيتم تحديد ان يتعمل لعلي معلول ريكفري في فندق الاقامه، مقطس، ثلج، كل الامور دي، او هيكون في حاجه بسيطه جدا في التدريب لفريق النادي الاهلي. لكن هي الرحله كانت شاقه جدا بالتحديد على علي معلول، لكن جيرالدو زي ما انت ذكرت، لكن باذن الله مع التركيز الكبير ومع انكار الذات وشخصيه البطل، كل اللعيبه دي باذن الله بقى تنسى الرحله وتنسى كل الامور دي، تركيزها ان شاء الله يكون في مباراه الوداد اللي عليها امل كبير جدا وجمهور النادي الاهلي منتظرها بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه لفريق النادي الاهلي ونرجع بنتيجه ايجابيه باذن الله. فرق التوقيت بين مصر والمغرب يا كريم ساعه واحده بس، هل في اي تاثير على الجدول للعيبه سواء المحاضره الفنيه او التدريبات؟ لا يعني نقدر نقول لو اكتر من ساعه كانت ممكن يبقى فيها تاثير شويه، لكن يعني هي الساعه ما نقدرش نحس بيها بشكل كبير. يعني خلاص الجدول اتحط زي ما بقول لك، النهارده يمكن كان فطار صباحا 10 صباحا، الغدا كان 2 ظهرا، المحاضره الفنيه هتكون 7 مساء، وده هيتم بقى خلاص يعني الاربعاء والخميس والجمعه. لكن يوم الجمعه بقى منتظرين يكون في المؤتمر الصحفي، لسه لم يتم تحديده. انت عارف زميلي احمد وزميلتي ساره، يوم الجمعه بيكون في التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب مركب محمد الخامس، وبيسبقه المؤتمر الصحفي. حتى هذه اللحظه لسه منتظرين التاكيد، وايضا كمان منتظرين ميعاد تاكيد الحاله الطبيه. الامر ده اكيد يعني في جهد كبير بيبذل من الكابتن سعيد عبد الحفيظ وايضا كمان الكابتن محمود الخطيب لتحديد ميعاد المسحه الطبيه، لان الامر ده مهم جدا بالتنسيق مع وزاره الصحه المغربيه وايضا كمان الكاف. لكن بشكل عام يعني نقدر نقول ساعه مش مؤثره بشكل كبير على البرنامج التدريبي والبرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي، لكن اكتر من كده كانت هتكون مؤثره. لكن ان شاء الله باذن الله الظروف كلها تكون مهيئه لينا باذن الله في هذه المباراه. كريم انت بقالك تقريبا يعني من ساعه ما وصلت بالسلامه للمغرب حوالي 24 ساعه، بالتاكيد يعني رصدت مثلا اهم العناوين او اهم ما كتب عن النادي الاهلي او نشر في الاعلام الرياضي المغربي، تواصلت مع جمهور من المغاربه او من مشجعين الوداد، عايز اعرف رؤيه الاشقاء في المغرب لمواجهه الاهلي مع الوداد ونظرتهم او تقييمهم لبطل مصر وهو بيلعب بطل المغرب. يمكن الصحافة المغربية مهتمة بشكل كبير جدا من وصول النادي الأهلي، يعني مجرد وصولنا في مطار طبعا الدار البيضاء كان في قنوات كبيرة جدا وكثيرة جدا، وأيضا كمان مواقع كانت مهتمة إن هي تجري بعض اللقاءات مع لعيبة النادي الأهلي وأيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ. لكن أنت عارف طبعا في غلق إعلامي تام للعيبة النادي الأهلي سواء في قناة الأهلي، حتى كمان يعني بنحاول إن احنا يكون معانا بعض اللعيبة، لكن احنا أمر أكيد يمكن عامل مساعد للبعثة وعامل مساعد لفريق النادي الأهلي، عايزينهم يبقوا في تركيزهم الكبير في هذه المباراة. لكن بأكد لك في اهتمام إعلامي كبير جدا، الجمهور وتواجد الجمهور او كده لا، يعني الامر صعب جدا بقى في فندق الاقامه لان في تشديدات كبيره جدا، الامن متواجد خارج الفندق ومفيش اي حد بيقدر يخش عند بعثه فريق النادي الاهلي، الدور بتاع لعيبه النادي الاهلي ممنوع منعا باتا ان اي حد يكون متواجد فيه، بره كمان الاجواء فيها حرص شويه وفي تحذيرات كبيره جدا من الشرطه سواء على ازمه كورونا وايضا كمان على حرص على بعثه النادي الاهلي. لكن كل الامور دي اكيد هتبان في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي يوم الجمعه، ممكن نشوف لان اكيد تدريب الوداد هيكون وبعد كده تدريب النادي الاهلي او العكس، ممكن نشوف بقى بعض من جماهير الوداد. لكن باكد لك ان المباراه بدون جماهير انت عارف طبعا هذا الامر زميلي احمد، لكن مع الحب الكبير لجمهور الوداد لفريق الوداد الامر هيكون يعني ممكن يكونوا خارج بقى المدرج واقفين بره متواجدين في الجوانب او الشوارع الجانبيه لمركب محمد الخامس. لكن ان شاء الله باذن الله الامور كلها تكون ماشيه بشكل طيب. ايضا كمان الجاليه المصريه هنا، يمكن الجاليه المصريه هنا تقدر ب 2000 فرد، في بعض منهم بيكون متواجد بيحاول ان هو يدخل فندق الاقامه، لكن باكد لك في تشديدات كبيره جدا ودي في مصلحه لعيبه النادي الاهلي الحقيقه. يعني القرار مهم جدا من كابتن محمود الخطيب ان يكون في غلق تام للعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل، خوفا طبعا كمان على اللعيبه وايضا كمان ان يكون في مزيد من التركيز لهذه المباراه. كل الامور دي بنتمناها بقى باذن الله تمشي تدريجيا حتى يوم المباراه، وباذن الله بقى ثقتنا كبيره في اللعيبه بيتسو موسيماني، كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله نكون على قدر المسؤوليه كالعاده. تكاتف مهم جدا، وجمهور النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، ودعواتك بقى زميلي احمد ودعوات زميلتي ساره ان شاء الله باذن الله نرجع مبسوطين من المغرب باذن الله. نطمن برضو الحقيقه على انا بالتاكيد طبعا انا مدرك تماما انه الجهاز الطبي والجهاز الاداري للنادي الاهلي حاطين في اعتبارهم كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لتحافظ على الفرقه، بس انا عارف انه الاوضاع فيما يتعلق بالكوفيد 19 او بكورونا يعني في المغرب مش في احسن احوالها، والارقام الى حد ما بتتزايد هناك يوم بعد يوم. خليني اتكلم معاك عن اجراءات تامين الفندق واجراءات تامين الملعب اللي هيشهد مران الفريق النهارده ان شاء الله.
بالتاكيد طبعا يعني الامر هنا صعب شويه، لكن يعني اكيد في تحذيرات كبيره جدا، وكان موجود كمان مع البعثه للدكتور محمد شاوي رئيس اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي اللي بياكد في كل مره على الالتزام بالاجراءات الاحتياطيه بشكل كبير جدا. ايضا كمان يمكن النادي الاهلي مصطحب بعض العاملين طبعا هنا للتعقيم ومزيد من التعقيم. طبعا الفندق اكيد بيعقم، والامور دي كلها بتكون في اي فندق في المغرب، لكن حرصا على سلامه اللاعبين، وايضا كمان الحرص الخاص على هذه المباراه في تعقيم بشكل مستمر للغرف للتواجد لمطعم ايضا كمان ملعب المباراه. هيسمعنا ايضا بعض العاملين المتواجدين معانا هنا في بعثه فريق النادي الاهلي للتعقيم بشكل عام. ان شاء الله باذن الله يعني الرحله بقى تعدي على خير باذن الله، ولعيبه النادي الاهلي تكون سلام، ونرجع كلنا باذن الله بدون اي اصابات وبدون اي امور تعكر صف فريق النادي الاهلي تحديدا. لكن باكد لك زميلي احمد زميلتي ساره، الحمد لله الامور الخاصه بالتعقيم والاجراءات الاحترازيه مشدده بشكل كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي ملتزمه بشكل كبير، كان الكابتن محمود الخطيب بنفسه بيشدد على هذا الامر، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يستر باذن الله ان شاء الله. كريم احمد زميلنا من المغرب بنشكرك شكرا جزيلا على التغطيه الوافيه لاول ايام بعثه فريق النادي الاهلي في الدار البيضاء. اهم حاجه ان الدكتور خالد محمود اكد جاهزيه الشناوي وايمن اشرف لمباراه الوداد.